توقف الجيش الوطني عن التقدم نحو أهدافه، فأصبحت وحداته هدفا مفتوحا لخصومه ومرما سهلا لصواريخهم. 80 قتيلا و30 جريحا من أفراد اللواء الرابع حماية رئاسية، حصيلة غير نهائية لهجوم مزدوج بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة حسب ما أعلن. استهدف هذا الهجوم معسكرا للتدريب شمال مأرب. مصادر عسكرية رجحت أن الصاروخ أطلق من معسكر العرقوب التابع لميليشيا الحوثي في خولان، مضيفة أن التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الهجوم، إلا أن تعقيدات الظروف القائمة وتشابك المصالح بين خصوم الشرعية بالإضافة لصمت الميليشيا وعدم تبنيها للحادثة يزيد من غموض الجهة المنفذة للهجوم. ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف تجمع للجنود في مدينة مأرب، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة في ظل ترك المعسكرات مكشوفة دون غطاء أو حماية أمام أعداء وأطراف كثر لهم مصلحة في ضرب الجيش الوطني. خلال العامين الأخيرين من الحرب فقد الجيش الوطني الكثير من حضوره على الساحة العسكرية، إذ تم إيقاف تقدمه في الجبهات وأنهكت معنويات أفراده، إما بإصدار الأوامر بالتراجع وعدم التقدم أبعد من الخطوط المرسومة لهم مسبقا من قبل التحالف، أو قطع مرتباتهم لأشهر، ليتسرب الكثير من أفراد الجيش باتجاه جبهات الحدود. هجمات متكررة وموجعة حصدت المئات من منتسبي الجيش الوطني، ليقترب عدد ضحاياها من عدد ضحايا المواجهات على خطوط النار مع ميليشيا الحوثي، ومع ذلك لا تزال قيادة الجيش غير قادرة على اتخاذ ما يلزم لحماية أفرادها، وكأن هذه ليست مسؤوليتها، ليضاف كل هذا إلى سلسلة طويلة من الفشل الذي تتخبط به سلطة توشك على الاندثار.